قوبلت جريمة مقتل طفلة في ربيعها العاشر، عثر عليها في نخيل سمارة استياء واسعا نظرا لوحشية الجريمة التي تعرضت لها الطفلة، خصوصا وأن المتهم وفقا للجهات المعنية هو والدها. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم لتسجل هذه الحادثة إحدى أبشع الصور الوحشية التي تشهدها اليمن بحق الطفولة. عثر عليها هناك تحت أقدام جبل سمارة، مرمية مع ما تبقى من إنسانية مرتكب جريمة مقتل الطفولة والبراءة، في مشهد هز كيان أبناء المنطقة وأدخل في قلوبهم الحيرة والذهول. نستنكر ونستبعد هذا الجريمة الوخمة، الجريمة الشرسة حق البنت الذي وجدوها في نقيل سمارة مطروحة بين الحجار وبين الحجار، ونقول إن لله وإنا إليه راجعون. فجاعة أليمة ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام لترسم دماءها الطاهرة قصة مؤلمة لطفولة موؤودة. كانت موجودة جوار منتزه سمارة، جوار الخط الإسفلت، يبعد عن خط الإسفلت عن منتزه سمارة حوالي 100 متر من الجهة الجنوبية. ومن خلال المعاينة الظاهرية للجثة تبين أنها تعرضت لأثر طلقتين نارية في وسط الظهر، ومخرجها من الصدر جهة الأمام. كما شاهدنا وجود آثار جروح سطحية على جميع أجزاء الجثة بجميع مناطق الجثة. العناية الإلهية العادلة شاءت أن تكشف القاتل في غضون 24 ساعة من ارتكابه للجريمة عقب التحريات والإجراءات الأمنية المكثفة التي قامت بها أجهزة البحث الجنائي في محافظتي إب ودمار في ظروف غامضة لم يفصح عن ملابسة الحادثة حتى اللحظة. سمية سحلول، قناة اليمن اليوم، محافظة إب. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس قسم مسرح الجريمة في إدارة البحث الجنائي بمحافظة إب المقدم علي النصافي. مساء الخير أخ علي. مساء الخير. مساء الخير والعافية. بداية، من هو مرتكب الجريمة؟ والله تتبين من خلال التحقيقات ومتابعة موضوع القضية. تفضل. يعني هو أبوها. لماذا قام بهذا الفعل؟ وطبعا إدارة والله هذا الموضوع عدو لأهنا التحقيق، ما احنا عارفين شو السبب. يعني أخ علي، قلت في التقرير أن هناك جروح سطحية باينة على جسد الفتاة. نعم، هو من خلال معاينة الجسد وشاهدنا عدة جروح سطحية على جميع أجزاء جسمها. من أين جاءت؟ ناتجة عن آلة حادة وآلة صلبة، وإضافة إلى وجود الطلقات النارية. الطلقات النارية من والدها؟ والله تبين بالأخير أنه هو والدها والجاني لها حسب ما وردتنا المعلومات من إدارة البحث الجنائي في دمال. أخ علي، يعني هل تعرضت لتعذيب قبل أن تقتل؟ طبعا نعم، تعرضت للتعذيب من قبل من؟ قبل القتل يعني. من قبل والدها؟ حسب التحقيقات قالوا انه والدها، لكن احنا ما قبل. طيب اخي علي، ستبقون على المتهم الى ان توصلوه الى المحاكمة؟ تواصلت إدارة البحث الجنائي حق قبل إدارة الجنائي حق دمار على أساس إيصال المتهم لإدارة البحث الجنائي محافظة إب مكان ارتكاب الجريمة. إذن رئيس قسم مسرح الجريمة في إدارة البحث الجنائي في محافظة إب علي النصافي، شكرا جزيلا لك. شدد عدد من الإعلاميين على أهمية أن تطلع وسائل الإعلام الحكومية والخاصة بدورها المهني تجاه القضايا الوطنية بحيادية ومهنية، خصوصا في المرحلة الراهنة التي أضحى فيها الوطن على الهاوية، منددين بما يتعرض له الإعلاميون من انتهاء